قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة إن نجاح الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سيضمن بلوغ الكويت مراكز متقدمة تليق بها على كل المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتنافسية وسهولة الأعمال، موضحة أن نجاح الاستراتيجية سيؤدي إلى خلق بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية لنجاح خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة وتهيئة المناخ العام المناسب لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، لافتة إلى أنها تنتقل اليوم من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة التنفيذ، وهي المرحلة الأكثر أهمية وخطورة.